معي أخصائي الأحياء الدقيقة والأوبئة الدكتور محمد المدادحة. دكتور مدادحة، مرحبا بك معنا، شكرا لأنك تنتظر على الخط معنا. كنا ننقل جانب من مؤتمر وكالة الأدوية الأوروبية. دعنا نقرأ معا هذه الأرقام التصاعدية، أكثر من 80 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، قبلها أكثر من 60 حالة وفاة، الإصابات البوزيتيف أو الإيجابية بالآلاف. كيف يجب أن نقرأ هذه الأرقام دكتور؟ يعني ننظر إليها بعين الوري والخطورة. يعني هذا نحن في، يعني ممكن أهم رقم هو إنه الحالات بنسبة عدد السكان هي الأعلى في العالم أو من الأعلى في العالم، لأنه عدد السكان هم 10 مليون تقريبا. وإذا بتحكي أنت عندك حالات تقريبا صارت نصف مليون، هذا هو المثبت، لأنه الغير المثبت راح يكون أعلى من ذلك بكثير. فالوضع الوبائي جدا صعب في الأردن. هل يمكن أن تكون هذه مجرد طفرة دكتور محمد، تذبذب وستعود لتنخفض مرة أخرى، أم بما أنها في منحى تصاعدي؟ إذا ما نظرنا إلى الجراف أو الصورة البيانية نرى أن الخط يتصاعد، هذا مقلق. لا سيدي، هو بلا شك ليس طفرة، هو خط متصاعد، لأنه يعني sustainable for over weeks، يعني له عدة أسابيع في زيادة مضطردة. فهذا لا يعني انه طفره، فهنا هو ازدياد حقيقي. وللاسف الارقام دائما تعبر عما قبله باسبوع او اسبوعين، فالارقام الحاليه هي عباره عن اصابات قبل اسبوعين، فالاصابات الحاليه راح تكون لسه اعلى الى الامام. يعني فهذا مقلق جدا، يعني بالنسبه كمان انه لعدد الاشغال في المستشفيات يقارب 100% في بعض المناطق. وهذا له وقع كبير على الجسم الطبي وعلى المستشفيات دكتور محمد، أليس كذلك؟ نعم سيدي، نعم. فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لإعادة الإقفال الجزئي، هل أنت معها أم يفترض إعادة إغلاق كامل ولمدة أسبوعين على الأقل كما يقول البعض؟ هلا سيدي، احنا استنفذنا الاغلاق الكامل في البدايه. هل يعني بدناش نخوض هل ها كان خطوه صحيحه او خطوه يعني اكستريم فوق العاده، لكنه الوضع الاقتصادي لا يسمح للناس انهم يدخلوا في حظر شامل، لانه صراحه يعني في امور عند الناس ما بيقدر، يعني ما عندهم الامكانيه الماديه. فاحنا في حاله انه ما عندنا هذا السلاح هو الحظر الشامل، فهو افضل شيء عندنا وهو موجود ومثبت في جميع الدول هو الالتزام بالكمامه والتباعد الاجتماعي بنسبه 99% لمده اسبوعين، بالضبط، اذا وتسريع عمليات التطعيم، تسريع أليس كذلك؟ عمليه الفاكسينز. هذا هم حلين لا ثالث لهما، يجب ان يلتزم الشعب بهذه الاجراءات التباعديه والكمامه بنسبه 99% او اكثر لفترة متزامنة، والتحفيز ونشر المطاعيم بشكل بكل أنواعها، لأن جميع الأنواع سيف وجميع الأنواع تثبت فعالية ضد المرض الشديد، وهو ما بدنا إياه. إحنا بدنا إن الناس ما تموت، وبدنا الناس ما يصير معها مرض شديد وما تصير معها أمراض ما بعد. بالضبط، يعني ممكن المايد والمودريت أنا أم أوكي وذ إت، بس أنا ما بدي الناس اللي عندهم سبيل، ما بدي إياهم يدخلوا على المستشفى، ما بدي إياهم يمرضوا، ما بدي إياهم ياخذوا أكسجين. فالمطاعيم هي حل فعال، وقد يدخلنا الى يعني اذا استمرنا في ذلك للمناعه المجتمعيه، لانه لا يمكن الحدوث في المناعه المجتمعيه فقط بالعدوى، يجب يكون هناك نظام تطعيمي سريع وفعال ومنشط. اشكرك ضيفي من عمان اخصائي الاحياء الدقيقه والاوبئه الدكتور محمد المدادحة، شكرا.